قله الاصل زادت، قله الاصل انتشرت. موال ده ولا حاجه؟ والله بجد صلاه قل والله قله الاصل كترت قوي. ناس كتيره انديتها ليها فضل عليها وليها دور كبير جدا في حياتها، ولو وفيهم ناس كتيره انا مندهش لولا فضل النادي عليها كان زمانه راكب ميكروباص. مستواه التعليمي والاخلاقي والثقافي ما يجيبش اعلى من كده، لكن النادي خلاه ما شاء الله نجم كبير بشكل جدا. عام يعني بشكل عام يعني كان ممكن ما يلاقيش وظيفه كويسه تليق بيه. كل المهن ليها كل الاحترام والتقدير، لكن دور النادي اي نادي او دور اي هيئه مع انسان لازم أن يحفظ. يا جماعه انتوا بتقدموا قدوه للكل، فلما ما تحفظش الجميل والفضل للكيان اللي كان ليه دور عليك يبقى اسمح لي انت برضو في خانه بالنسبه للاصاله قليله شويه. كابتن احمد سمير فرج ناشئ في النادي الاهلي فترات طويله جدا، سافر احترف في فرنسا، رجع راح النادي الاسماعيلي، راح نادي الزمالك، انتقل لاكثر من نادي، لكن كان رائع جدا انه يحتفظ بفضل للنادي الاهلي عليه وهو ناشئ، وبعد ما مشي يفضل فاكره لغايه دلوقتي. وحكاها للكابتن احمد شوبير. كان عندي ازمه ماليه وللامانه برضو الحاجات اللي ما انساهاش جدا النادي الاهلي برضو في الحاجات الانسانيه، وقلت كابتن محمود صالح انا والدي في دروب في الشغل بتاعه وانا يعني لازم احس كده. عندي 15 سنه بس كنت الحمد لله بلعب بقى ايه حضرتك فاكر كنت بلعب مع منتخب 17 فقال لي لا احمد ركز في الكوره، وانت عارف النادي الاهلي طبعا ما فيش حاجه اسمها بقى خد من تحت الترابيزه والكلام ده. فقال لي لا احنا هنكلم مدير النادي كان ساعتها استاذ محروم الراغب. نعم. ومش هنسى اليوم ده والله يا كابتن شوبير. كلمني كابتن محمود صالح في التليفون، ما كانش معايا موبايل بقى ساعتها طبعا، على التليفون الارضي وكده. كلم والدي قال له تعالى قابلني في التحرير، ما عندناش عربيه، قابلني في التحرير. نزلت انا ووالدي، كابتن محمود صالح شوف القامه الكبيره خدنا بعربيته مستنينا، ايه اللي يجبر مدرب ان يستناني على خدني. رحنا النادي الاهلي للكابتن الاستاذ محروم الراغب. نعم. ومن ساعتها قلت له بقى يعني كنت على السلفه لقيته مجهز لي 5000 جنيه وكانوا مش هنسى طبعا. انا ساعتها قعدت اعيط من الفرحه قلت له عايز موبايل بقى بابا. فالاستاذ محرم الراغب قال لي احنا كابتن محمود صالح بيتكلم عليك كلام كبير جدا وان انت ان شاء الله تكون مستقبل النادي الاهلي، فال 5000 جنيه دول يا ابو حميد دول بلا رجعه مش سلفه. فالموضوع بقى بالنسبه لي بقى والدي بقى راجع يعني يعني بصراحه فدي من المواقف اللي ما انساهاش لكابتن محمود صالح ولا للاستاذ محرم الراغب ولا النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي ممكن ما عنده لا يقل عن 60000 لعيب في الناشئين. الموقف ده يعني هو شايفه موقف هزه وكبير جدا، لكن احد المواقف التقليديه جدا جوه النادي الاهلي. واللي ما فيهاش نوع من المن. يعني النادي الاهلي ده يعني يعتقد ان ده دوره. وقال له دي مش سلفه. ده مبلغ لا يرد، لان احنا تحرينا وعرفنا انك انت ظرفك ده سليم، ودي حاجه ما نقدرش تقصر فيها. المبلغ اهو. لو عايز احكي لك من القصص دي كتير بس النهارده ده مش موضوعها. طيب انما الحقيقه يا استاذ ابراهيم في نماذج انا بسمعها، وعندما قال الفيلسوف الكبير تحدث حتى اراك ارسطو. انا سمعت دكتور احمد فوزي الجون، ايه الجمال ده؟ ايه النموذج ده؟ احمد فوزي هايل. ايه الثقافه دي؟ الصبح اتفرجت عليه في 10 صباحا في الاهلي. يعني الحقيقه ثقافه وحماس واحترام هي ولغه، هي دي الكوادر اللي تطمن على الاهلي معاه. كابتن شهاب ايضا. شهاب الدين احمد. شهاب الدين احمد. سمعته امبارح اظن كان مع الكابتن اعتقد سيف. اعطى برضه الولد رغم ان هو بيضغط عليه وعايزه يعني يشتكي من حاجه، لكن الفاظه منتقاه وعائل ورزين ومعتد بناديه وفرحان بالفطره اللي لعبها، ويعني وكان يتمنى ان يستمر بدون غضاضه بيتكلم. نماذج محترمه، كل دي نماذج عارف انت يتقال ايه؟ تمر فيها التربيه. نماذج تمر فيها التربيه، وزي ما قلت لكم احنا يسعدنا جدا ان كل واحد اتربى في مكان يفضل دايما وابدا ممتن بدور هذا المكان عليه وهذا الكيان عليه، الاهلي والزمالك والاسماعيلي وكل الانديه. لكن على ذكر الاسماعيلي، لقينا الكابتن اسامه خليل واحد من نجوم الاسماعيلي في العصر الذهبي.